بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. مرحبا بأعزائنا الطلبة في هذه الحصة والتي تندرج ضمن الجزء الخاص بالقانون الجنائي وبالضبط فيما يتعلق بالنظرية العامة للعقوبة. إذن فهذه الحصة سوف نخصصها إلى تصنيفات العقوبة أو تصنيف العقوبة وفق القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى قسم آخر سوف نستخلص فيه كل أسباب انقضاء والإعفاء وإيقاف تنفيذ العقوبة. إذن dans cette séance on va essayer de compléter la séance précédente par rapport à la théorie générale des peines et en particulier la classification des différentes catégories de peines selon le code pénal marocain. Il y a deux catégories de peines en droit pénal marocain, à savoir les peines principales et les peines dites accessoires. وفق المنظومة الجنائية المغربية ف العقوبة تنقسم إلى فئتين، عقوبات أصلية وأخرى عقوبات إضافية. العقوبات الأصلية les peines principales et les peines accessoires العقوبات الإضافية. إذن les peines principales sont celles qui peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre peine des peines qui suffisent à elles-mêmes et constituent la sanction directe de l'infraction. إذن العقوبة الأصلية هي تلك العقوبات التي يمكن أن يحكم بها القاضي بمفردها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى، بالإضافة إلى أن هذه العقوبات هي الجزاء المباشر إلى الجريمة. في حين العقوبات الإضافية هي تلك العقوبات التي لا يمكن الحكم بها لوحدها منفصلة، بل تكون دائمة مرتبطة بعقوبة أصلية. إذن par contre les peines accessoires se caractérisent par le fait qu'elles ne peuvent être prononcées séparément. En effet, la peine implique nécessairement le prononcé d'une peine principale s'ajuste à elle, soit une peine complémentaire, soit une peine complémentaire facultative, soit une peine complémentaire obligatoire. Donc, فيما يخص العقوبات الإضافية لا يمكن الحكم بها لوحدها منفصلة، بل تستلزم صدور حكم بالعقوبة الأصلية، ويمكن أن تكون عقوبات إضافية تكميلية des peines complémentaires facultatives، كما يمكنها أن تكون عقوبات إضافية إلزامية des peines complémentaires obligatoires. Donc, on va essayer d'expliquer une à une. Donc, en ce qui concerne les peines complémentaires facultatives, et de ce fait, elle est expressément prononcée par le juge dans les cas où prévues par la loi. إذن العقوبات الإضافية التكميلية لا تكون مرتبطة بالعقوبة الأصلية إلا إذا نص عليها القانون بنص صريح. إلا إذا نص عليها القانون بنص صريح، وهذا سوف نراه بصورة مجزأة في ما بقي من المحاضرة. في حين العقوبات الإضافية الإلزامية هي الحالات التي تكون العقوبة الإضافية تابعة للعقوبة الأصلية بنص دون ما حاجة إلى التنصيص عليها في منطوق الحكم. Ainsi, comme le mentionne clairement l'article 37 du Code pénal, l'interdiction légale et la dégradation civique, quand elle est accessoire, ne s'attache qu'aux peines criminelles et non pas à être prononcées et s'applique de plein droit. Idem,
ينص الفصل 37 من القانون الجنائي مثلا الحجر القانوني أو تجريد من الحقوق الوطنية لا ترتبط إلا بالعقوبات الجنائية دون الحاجة إلى النطق بحكم قانون غير قابل للطعن. إذن سوف حتى لا أطيل عليكم سوف نلجأ إلى عنوان يخص العقوبات الأصلية. Donc en ce qui concerne un premier titre, il sera relative aux peines principales. Les peines principales énoncées par le code pénal marocain sont les crimes, les délits et les contraventions. إذن العقوبات الأصلية المنصوص عليها وفق المنظومة الجنائية المغربية والقانون الجنائي المغربي هي ثلاث: عقوبات جنائية، عقوبات جنحية، وعقوبات ضبطية. إذن فما هي يا ترى العقوبات الجنائية الأصلية؟ إذن العقوبات الجنائية الأصلية هي تلك العقوبات التي ينص عليها الفصل 16 من القانون الجنائي المغربي، وهي أولا عقوبة الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت، الإقامة الإجبارية، والتجريد من الحقوق الوطنية. إذا ما تطلعنا إلى هذه العقوبة هذه العقوبات أو تصنيف هذه العقوبات أو ترتيب هذه العقوبات فلا نجدها بعيدة عن التصنيف الذي اقترحه الفقه الجنائي. Donc en ce qui concerne les peines criminelles principales, selon l'article 16 du code pénal marocain, on distingue premièrement la peine de mort, deuxièmement la peine la réclusion perpétuelle, troisièmement la réclusion à temps, la résidence, quatrièmement, la résidence forcée, et en dernier ressort, la dégradation civique. Quant aux peines délictuelles principales, alors, فيما يتعلق بالعقوبات الجنحية الأصلية, فإنها قد صنفت إلى صنفين اثنين أو نوعين اثنين وفق المشرع المغربي, وهي الحبس والغرامة, وذلك قد تضمنه مقتضيات الفصل 17 من القانون الجنائي. Donc en ce qui concerne les peines délictuelles, selon le contexte législatif marocain et en particulier le code pénal marocain, ils sont divisés en deux, à savoir l'emprisonnement, الحبس, et l'amende al gharama. Wa huna uthiru intibahakum in aidan al habs, l'emprisonnement, hiya tilka al uquba al saliba lil hurriya wa hiya uqubatun asliya takhussu faqat mada al junah, fi hin al sijn, al sijn sawa'an mu'abbad aw mu'aqqat, huwa tilka al uquba al saliba lil hurriya wa hiya uqubatun asliya, hiya uqubatun asliya. وما يصطلع عليها باللغة الفرنسية la réclusion, إذا كانت بالمؤبد la réclusion perpétuelle, وإذا كان السجن مؤقت la réclusion à temps. En effet, la durée de la peine d'emprisonnement est d'un mois au moins et de 5 ans maximum, sauf les cas de récidive bien évidemment, ou autres où la loi détermine d'autres limites selon les dispositions de la loi. Donc, فيما يخص مدة العقوبة الحبسية فهي لا تقل عن شهر ولا يمكن أقصاها أن يتعدى خمس سنوات إلا فيما يتعلق بحالة العود أو هناك حالات أخرى ينص عليها القانون. Ainsi, la durée des peines privatives de liberté se calcule comme suit. Lorsque la peine prononcée est un jour, c'est 24 heures. Lorsque la peine est prononcée un mois,
c'est-à-dire c'est les jours complets de 24 heures, et chaque jour, il est compté en 24 heures, et lorsque la peine prononcée est d'un mois, sa durée est de 30 jours, et la peine de plus d'un mois se calcule de la date, de date en date. إذن فيما يخص المدة كيف يمكن حساب المدة فاليوم في القانون الجنائي يتكون هو من 24 ساعة فقط وعندما تكون العقوبة أقل من شهر فإن العقوبة تعد بحسب الأيام تحسب بكل بعدد الأيام إذا كانت 15 يوم 17 يوم 13 يوم 12 يوم إلى غير ذلك حتى ثلاثة أيام وهنا أحيلكم إلى القانون 1591 الخاص بمنع التدخين وخصوصا في الأماكن بصفة عامة في الأماكن العمومية وبصفة خاصة في كل مرافق السكك الحديدية donc lorsque ثالثا lorsque la peine prononcée est d'un mois عندما تكون العقوبة هي شهر فإن الحساب اليومي هو 30 يوما وعندما تكون المدة أكثر من شهر فإن الحساب يكون من تاريخه إلى تاريخه بالضبط إذن فيما يخص العقوبات الإضافية أو les peines accessoires كما نص عليها الفصل 36 من القانون الجنائي فهي سبع عقوبات اولا الحجر القانوني l'interdiction légale ثانيا التجريد من الحقوق الوطنية la dégradation civique هنا يجب الإشارة إلى أننا la dégradation civique يمكن أن نجدها كعقوبة رقم 5 فيما يخص العقوبات الأصلية وهنا المشرع المغربي وضعها كعقوبة من الدرجة الثانية في وفق التصنيف العقوبات الإضافية la dégradation civique la suspension de l'exercice de certains droits civiques civil ou familial الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية رابعا الحرمان النهائي أو المؤقت في المعاشات التي تصرفها الدولة لا بيرت الحرمان أو لا سسبونسيون الحرمان مؤقت دو دروا أو بونسيون سيرفي بار لي بار ليتا إذن الحرمان النهائي لا بيرت كومبليمون دو فاسون ديفينيتيف أو الحرمان المؤقت لا سسبونسيون يعني كيوقف في المعاشات التي تصرفها الدولة خامسا la confiscation partielle du bien des biens appartenant aux condamnés indépendamment bien évidemment de la confiscation prévue comme mesure de sûreté comme elle est prévue par l'article 89 du code pénal marocain إذن خامس عقوبة إضافية وهي المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للشخص المحكوم بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89 من القانون الجنائي المغربي سادس عقوبة إضافية وهي حل الشخص المعنوي la dissolution de la personne morale وأخيرا كعقوبة إضافية وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي وخصوصا الفصل 36 من القانون الجنائي المغربي وهي نشر الحكم الصادر بالإدانة et en dernier ressort comme peine accessoire selon l'article 36 du code pénal marocain c'est la publication de la publication de la décision de la condamnation إذن هذه هي العقوبات الإضافية وفق المنظومة الجنائية المغربية وهي سبع عقوبات
وهي سبع عقوبات وبالضبط الحجر القانوني التجريد من الحقوق الوطنية وهنا يمكننا أن نستنتج أيضا أن الحجر القانوني التجريد من الحقوق الوطنية هي عقوبة أصلية في المادة الجنائية. ثالث عقوبة إضافية وهي الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية. رابعا الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات الحكومية. خامسا المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي وفق الفصل 89 من القانون الجنائي المغربي. سادسا حل الشخص المعنوي. سابعا نشر الحكم الصادر بالإدانة. يجب الإشارة هنا الله يجزيكم بخير فيما يخص العقوبة الإضافية الرابعة والتي بموجبها يحرم الشخص بصفة نهائية ومؤقتة من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة أو المؤسسات العمومية. يجب الإشارة أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر مع مراعاة الأحكام الواردة أكيد في أنظمة المعاشات في هذا الشيء. إذن لا يمكن أن نحرم المعاش لشخص وهذا الحرمان سوف يؤدي أيضا إلى إلحاق ضرر بالأشخاص الذين يتولى مسؤولياتهم وخصوصا المسؤولية المعاشية. Donc, les peines accessoires, d'après la définition que donne le code pénal, ne peuvent être infligées séparément ou qu'elles sont les conséquences d'une peine principale. D'après la définition qui a été particulièrement édictée par l'article 36 du Code pénal marocain et ce qui suit, les peines accessoires ne peuvent être infligées séparément ou qu'elles sont les conséquences d'une peine principale. أي أن العقوبات الإضافية وفق الفصل 36 إلى غاية الفصل 48 من القانون الجنائي لا يصوغ الحكم بها لوحدها. إذن هناك افتراضين اثنين، لا يصوغ الحكم بها لوحدها، وثاني افتراض أنها عقوبة ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية. إذن فهذه من هذا المنطلق يمكننا أن نجزئ أيضا العقوبات الإضافية إلى عقوبات إضافية تابعة وعقوبات إضافية تكميلية. Donc, d'après cette définition ou cette conclusion, on peut déduire que les peines accessoires sont soit des peines complémentaires obligatoires, soit des peines complémentaires facultatives. Donc, en ce qui concerne la partie complémentaire des peines en tant que peine complémentaire obligatoire, on distingue. Ah donc, فيما يخص العقوبات الإضافية التكميلية نجد الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية. Donc, en ce qui concerne les peines complémentaires obligatoires sont en nombre de deux, à savoir l'interdiction légale et la dégradation civique. L'interdiction légale, comme elle a été énoncée dans l'article 38 du Code pénal, prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée de l'exécution de la peine principale. Donc, الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية. الحجر القانوني هو حرمان المحكوم عليه من تولي ومباشرة حقوقه المالية
طوال المدة مدة العقوبة الأصلية. فيما يخص لا ديغراداسيون سيفيك، التجليد من الحقوق الوطنية، وهي المعبر عليها وفق الفصل 26 من القانون الجنائي، والتي هي في مجموعها هي 5. أولا، العزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية، بالإضافة إلى حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا إلى غير ذلك، بالإضافة إلى عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة مثلا، عدم أهليته لأن يكون وصيا أو مشرفا على الغير وخصوصا الأولاد، الحرمان من حمل السلاح أو من الخدمة في الجيش أو القيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب. والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية. الفرضية الثانية، وهي العقوبات الإضافية كعقوبات تكميلية، مثالنا في ذلك حل الشخص المعنوي، بالإضافة إلى نشر أحكام وقرارات المحاكم المغربية، بالإضافة أيضا إلى المصادرة الكلية لأملاك المحكوم عليه. Donc en ce qui concerne les peines complémentaires facultatives, elles sont en nombre de 4, à savoir la dissolution d'une personne juridique, la publication de la décision de la condamnation selon l'article 48 du Code pénal marocain, ainsi que la confiscation partielle des biens appartenant aux condamnés et la perte ou la suspension des droits aux pensions servies par l'État. Cette dernière, il peut être comme en tant que peine complémentaire obligatoire aussi, déjà qu'elle est facultative dans cette section. Donc la perte ou la suspension du droit aux pensions services servies par l'État en tant que peine complémentaire obligatoire quand elle est liée de plein droit à la condamnation à mort et à la réclusion perpétuelle. La perte définitive de la pension servie par l'État n'est qu'une peine complémentaire obligatoire et de ce fait n'a pas à être prononcée et s'applique de plein droit. Et donc, في ما يخص الحرمان من المعاشات التي تؤديها الدولة إلى شخص فهي تكون بقوة القانون كعقوبة إضافية واجبة وملزمة. لماذا؟ خصوصا في الحالات حالة الإعدام وحالة المؤبد. إذن حالة الإعدام وحالة المؤبد تكون هاته العقوبة عقوبة تكميلية إلزامية بقوة القانون. إذن خامسا، la suspension de l'exercice de certains droits comme étant une forme de peine complémentaire et facultative. إذن كعقوبة إضافية تكميلية، الحرمان من بعد من مزاولة الحرمان المؤقت من مزاولة بعض الحقوق المدنية. إذن هذا في كل ما يخص التصنيف الذي اعتمده المشرع الجنائي المغربي. إذن هناك تصنيف ثنائي، عقوبات أصلية وعقوبات إضافية، حتى أن العقوبات الإضافية أيضا فهي عقوبات إضافية ملزمة إلزامية بقوة القانون، وعقوبات ثانوية لا للقضاء أن يأخذ بها. إذن المحور الأخير، وهو يتعلق بأسباب انقضاء العقوبة، ثم أسباب الإعفاء من العقوبة، أو أسباب إيقاف تنفيذ العقوبة. إذن هذه الأسباب يلخصها المشرع المغربي في الفصل 49 من القانون الجنائي، وهي في مجموعها 8. أولا، موت المحكوم عليه. ثانيا، العفو الشامل.
ثالثا إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه. رابعا العفو الملكي. خامسا التقادم. سادسا وقف تنفيذ العقوبة. سابعا الإفراج الشرطي. ثامنا الصلح عندما ينص القانون عندما ينص عليه القانون بشكل صريح. Donc, en ce qui concerne les causes d'extinction et d'exemption de suspension des peines, ils sont disposés dans l'article 49 du Code pénal marocain et qui sont en nombre de 8. Premièrement, la mort du condamné. La mort du condamné. Deuxièmement, l'amnistie. L'amnistie. العفو الشامل. L'amnistie. L'amnistie ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi. Cette loi expresse détermine les effets sous réserve toutefois des droits des tiers. إذن وفق الفصل 51 من القانون الجنائي المغربي فيما يخص العفو الشامل كسبب في انقضاء العقوبة والإعفاء منها وإيقاف التنفيذ أنه لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح وهذا النص يحدد ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير. إذن هذه الآثار هي محددة وفق نص قانوني صريح. ثالثا كسبب لانقضاء أو الإعفاء أو إيقاف التنفيذ وهو إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضى الشخص. إذن l'abrogation de la loi. رابعا العفو الملكي وهو صلاحية خاصة لجلالة الملك فقط وذلك وفق مقتضيات الفصل 58 من دستور المملكة المغربية. السبب الخامس لانقضاء أو إيقاف تنفيذ أو إعفاء من العقوبة وهو التقادم. إذن التقادم وهذا قد تكلمنا عليه سابقا. إذن فيما يخص المادة الجنائية التقادم ب15 سنة، في المادة الجنحية ب4 سنوات، فيما يخص المخالفات ب1 سنة فقط. إذن كسادس سبب لانقضاء العقوبة والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها وهي وقف تنفيذ العقوبة le sursis à l'exécution de la condamnation. سابعا الإفراج الشرطي la liberté conditionnelle. وثامنا la transaction lorsque la loi dispose expressément أي الصلح عندما ينص عليه القانون بشكل صريح. إلى هنا أعزائي الطلبة أقول لكم وداعا إلى الحصة القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم. أرجوكم التركيز على هاتين الحصتين لما لهما من شأن كل ما يتعلق بالعمل القضائي، لأن يبقى دور القاضي هو تطبيق القانون، ومن ضمن هذه التطبيقات إنزال العقوبة بالشخص المثيل أمامه. شكرا لكم ولحسن تتبعكم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم الأسبوع القادم.